عسلامة. عسلامة، مرحبا وبيك أكثر. عايش. به أنت طفل شاب تونسي موهوب، عندك غرام بالسينما والتمثيل والمسرح، لكن ما لقيتش شكون يأطرك. معايا العجلة معناها باش نوصل الحاجة نحب عليها، السينما ما نحبش معناها بز معايا الماكسيمو، بز معايا دوب بلاش هكا هو معناها. احكي لي على غرامك الساعة، وقتاش اكتشفت غرامك، وقتاش بديت الموهبة هذي، شكون عاونك، شكون قال لك راك موهوب من الأول؟ والله غرام واحدة اكتشفته، حد معناها باش من أنا صغير عمري 10 سنين معناها اكتشفت إنه روحي عامل نجم نوصلك الحاجة هذيك، نجم نزيد نطلع معاها، نزيد نحبها أكثر، نعشقها مثلا كما أي إنسان يحب حاجة حابة تجي في بدنه، مثلا فلان يحب الكورة تجي في دمه، أنا خويا المسرح أنا نحبه يجي في دم، السينما كيف كيف. مثلت فيها أفلام سينمائية، عملت شان يوتيوب معناها هبطت عليها فيديوهات قصيرة، أما المشكلة ما لقيتش معناها شكون يتكبش معايا في الحاجة هذيك باش يقف معايا ويعاونني يحط معايا اليد في اليد. صعيب أنا في تونس كان مش تلقى إنسان أنا باش يقف معاك ويلزم معاك العجلة، راه الأكثرية بالمعارف فلوس تدفعها باش تخش تمثل وتخدم. جاني أنا يعني مثلا في مسلسل الميسر وتعدى في 2020 وطني، جاني رول أنا مش رول بروفيسيونيل ولا حاجة، رول عملت كاستينج، مشيت كاستيت وتقبلت فيه في دور ثنائي عادي معناها. كي كلموني مشيت باش نصور معاهم، جاني ممثل ما نحبش نذكره ولا عينه فيه الله يسامحه هكا هو، وجاني قال لي ما عندكش الحق تخدم فيها الخدمه هذه وماهيش ماهيش بلاصتي. علاش؟ ما نعرفش عليه. عنده شكون تحت منها مدخل واحد اعطيه رشوه. فما شكون في بلاصتك معناه حاب يعطيه الرول؟ اي اعطيه رول وما شراب الفلوس. خدمت معناها في افلام سينمائيه، خدمت مع سي جيلان السعدي فيلم عصيان، خدمت مع المخرجة روضة العلوي جابسية هي يرحم والدها واقفة معايا هي زادة هي سي جيلاني، والحمد لله كل شيء معناها أنا مكسر ما نحب شكون يدز معايا العجلة وكا هو دوب الله شو برا أنا من بعد نجم نعمل أي حاجة واحد. وعندي بروجيت أنا حضر فيه مع صديق محمد التركي فيلم أنا حضروا فيه باش نعرضوه على قريب في قاعة السينما، هو فيلم نتاعو الأعمى ان شاء الله في اقرب وقت نحاول نخدموه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. شكون اكثر عبيد قاعده تدز معاك هكا، قاعده تعاون فيك، تقول لك كمل ما تايسش ما تسلمش في الغرام نتاعك، وخاصه انه الغرام هذا يعني عالم السينما، عالم جميل جدا الحقيقه. برشا برشا عندي الممثل صابر السبتي من انا صغير دز معايا واقف معايا، تبدا فما حاجه كلمني يقول لي منصور هو فما حاجه هيك برا يمشي اعمل كاستيني، برا يمشي يقدم، برا يمشي يشارك. فما كذلك السيم هذا برميل قعدت معاه قش من مره يحكي لي وتربصت عنده وديما كبش يقول لي ما تسلمش في الحلم نتاعك، ما يسالش اخدم معناها، يقول لي اخدم اي خدمه اخرى، اما الغرام في بلاصته راه غرامك هذاك يعني كيما اي انسان مغروم باي حاجه، كما قلت لك انا معناها فلان مغروم بالبوكس. دور الدور الدور وتخدم برشا خدم وترجع للغرام نتاعك. اكيد اقسم بالله وصلت ايست انا، وصلت ايست في قداش من مره يجوني اصدقاء يقولوا لي منصور ما نصحكش ما تسلمش راك باش تمرض باش تصير ديبرسيون زامره مشيتها في حياتك من الاخر. انا مسلسل تاع الميس تعبت فيه، وصلت جمعتين ما دار ما طلعش على رول هذاك، معناها حاجه نحبها حبيت نخدمها. فهمت معناها صارت لك حاله اكتئاب عندك حق. اكيد معناها صحيح ما عادش بيه ما عادش بيه. عثرك في حياتك تعثرت كم انسان ماشي فرحان او سنين باش نظهر مع في المسلسل باش نفرح امه او باش نفرح عائلتي او باش نطلع درجتين. حياتي تنجم تتبدل. علاش انت معناها قالتني انا معناها صحيح خذت الرول نتاعي باش نحفظه، علاش تبعث مع شكون قل لي يجي حاجتي بيك وبقى هذيك ماشي بخطر عن فما شكون واحد اخر معناها باش يخدم فيه. شبين مانيش زهر مانيش شاب انا مانيش حق نخدم فيه مسلسلات، عندي الف حق راه. قداش عمرك توا؟ توا عمري 27 سنة، حصير نعم في المسرح قلت لك من عمري 10 سنين، توا 17 سنة بين المسرح والسينما. خدمت في أفلام سينمائية الحمد لله. يعني إنسان معبي. إنسان معبي أنا ناقص لو كان باش نبكي برا يعني راه. فهمت. كيش إن شاء الله يا ربي يحلها في وجهك وإن شاء الله ربي شنو مكتب لك. إن شاء الله عام سنين ناخذوا حظنا ولحتى العام الجاي كيف كيف. تعمل عمل لوحدك على فكرة. نجم نعمل عمل لوحدي. أما أعطيني شكون أنا يدز معاك. يلزم انسان قلت دزني دوب بلاش كي نعمل عمل لوحدي، انا ما نحيرش معناها باش نكتب مسلسل ولا فيلم ولا سيت كوم، عندي افكار اي فكره تجيني حتى على الشارع يعني نكتبها نخدمها. انسان عنده موهبته نجم يكتب لك نجم يعمل لك اي حاجه، ومتفاهم مع اصدقاء نتاعو باش نعمل لك مراكز ان شاء الله رمضان باش نحضره ان شاء الله نلقى شكون معايا معناها يدز معايا العجله ويقف معايا واي قناه تقف معنا باش نعرضه حتى ما غير فلوس معناها
عرض لي خدمتي هيك ما غنت خلصت باش نوصل ونعرف بروحي باش اللعبات تحبني. هذيك في البدايه معناها ديما ماذا بيه الانسان شكون يوصل له الموهبه نتاعو، يعني كيف انت هكايا تحب العالم الكل يشوف لي انت انسان موهوب حتى من غير فلوس، المهم اعطيني نوصل لك. هاو انا عامل شان يوتيوب خدنا فيه انا والصديق محمد التركي وبرشا اصدقاء اخرين، ما فيش برشا متابعين، فما قص كل واحد 200 فلو حاجه كيف هناك برشا ناس تتفرج الفيديوهات مصلى على النبي، معناها جايه برشا فيديوهات، فمن 10000 في 12000 في برشا عباد يقولوا لي تزيد واصل وكمل واحد نتابعوا فيك واحنا معاك انا نبارطاجيو لك انا كومنتيو فيك. والله في تونس قلت حاجه، فم برشا عباد ما تحبلكش الخير وفم عباد توقف معاك وتدز معاك وتزيد تشجعك. انا شنو اسمها شان يوتيوب؟ منصور ونيس. ومنصور ونيس والشان تيك توك كيف منصور ونيس هابط على محتوى معناها نوعي في العباد حاجه هذيك باش تجي هذيك توعويه. توعويه نعم فهمت، وما زلت مكبش ان شاء الله باش قدره ربي ان شاء الله باش تقعد بينات الحكايه هذيا باش نفكرها نهار اخر باش نوصل نحب عليه وباش نطلع واللي صار شباب في تونس. المهم المهم حلم تسعى لتحقيق الهدف وتكبش في الحلم نتاعك تأيس نرمد ونكري ونقعد حاضر اي بلاصه نمشي لها اي بلاصه مثلا انت رابط في الكاف نمشي في تونس نمشي في قصرين مشيت مع سيدي الفاضل كما قلت لك برشا بلايص برشا بلايص برشا والحمد لله وصارت برشا مشاكل زاد مع العائله مثلا بابي يقول لي منصور ابعد الحاجه هذيك راهي معنا وين توصل نبعد انا شويه يعني ناخذ بخاطره معناها مثلا نجي نقول له با مثلا الحاجه هذيك ونحبها ومغروم بها وبرشا عباد راهي وصلت فيها كما اي ممثل نجم يطلع عمره 20 سنه في ال 25 في ال 40 في ال 50 بشويه بشويه راه هي موهبه هو راه اما اعطيوني خلينا شكون يوقف معانا وقتها وانسان يوقف مع الشباب مش نحكي علي انا كهو على الشباب الكل مغروم اوقفوا معاهم وشجعوهم ونزلوا معاهم العجله حتى كي يجيك السينك مثال خذه بخاطره واعطيه حتى دور عادي اعطيه خليه يمثلوا برا الحاجه هيك راه يحبها وتجري في دم. على كل يعطيك الصحه نخلي لك الكلمه الاخيره شنو تحب تقول؟ نشكركم انتم على الانترفيو يعطيكم الصحه نحب نوصل مساج للشباب كبشوا في حلمتكم ما تسلموش اخدموا اي حاجه نجي قدامكم اخدموها راه مش اي فنان معناها مغروم بالفن راه عنده خدمه اخرى قاري يعيش منها خاطر الفن في تونس واحد راه ما عنده ينوص. شكرا معطيكم الصحه.